انت، انا لما احتاج حناديك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. يزيد فضلك. شوف يا اخي سيف، المشروع ده هيتعمل، يعني هيتعمل. المستشار الاقتصادي بتاعي بقى ده يقول لا يقول اه، مع نفسه. طب انت عرضت المشروع ده على اي مكتب دراسه جدوى؟ والنبي ما تعقدهاش، انا وانت عارفين كويس قوي ان المكاتب دي اونطه وبتبيع الوهم. يا دكتور ما تخليك انت في السياسه والحزب بتاعك، سيب لنا احنا شغل البيزنس. ممكن ورقه؟ هتعمل بيها ايه؟ هدي لك اسم مكتب في باريس، هتدي له ورق المشروع وترجع لي منه بدراسه جدوى. المشروع ده لازم يكون في السر. خلاص يبقى شوفوا حد غيري. كلهم عندهم مشاريعهم. المشروع ده بتاعك انت. لا اله الا الله، يعني ارمي فلوسي على الارض؟ ادفع فلوس ومعرفش هلمها امتى؟ الورق معايا في العربيه، قبل ما ابعت اجيبه لازم نتفق الاول. نتفق؟ 15% عموله لي انا. جبت لك المشروع مشافي. يعني زيرو كحول و15% عموله ومشافي؟ تموت انت في اللحمه الضاني. هنساعد اخوك بقى حمزه الوكيل ب20%. مش ده ابن؟ ايوه ابن اخته. احنا عاوزين نجيبه من لندن عشان يقعد معانا هنا. اصول. امجد ياخد 5%. طب يا ترى كل اللي هياخده فيها دول يعني هيدفعوا ولا هياخده بس؟ مثال انت عارف؟ انا ما عنديش مانع، بس يعني نغير النسب. يعني ايه؟ يعني مش معقول ادفع 40% عمولة لناس مش دافعة ولا نكلة. اصل انت مش متخيل المكسب اللي هتاخده فيها قد ايه. اقول له؟ قول له. مخابرات 3 دول بيلعبوا على الشركة دي لحد لما سلمت وقالت هبيع. والمفروض ان انت لا تشتري، يعني احنا خدمينك خدمة العمر. 40% دي بقى ولا حاجة. طيب طالما انتوا واثقين قوي من المكسب، يبقى انا ليا شرط واحد. تؤمر. في حالة الخسارة هتتقسم علينا احنا الثلاثة. وانا موافق. نقرا الفاتحة؟ نقرا الفاتحة. ولا الضالين